أخبار اليوم. أكد الصحفيون ووسائل التحرير والإعلاميون الذين اجتمعوا اليوم الأربعاء المور 11/11/2018 بمقر نقابة الصحفيين بدعوة بمجلس النقابة استشعارين لحجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية الآن وتسادف حصارها اقتصاديا وسياسيا، فإنهم يؤكدون أن الصحافة والإعلام الحر هما خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن والمواطنين انطلاقا من إدراكنا الكامل بأن المسؤولية واجب والحرية حق. ويؤكد الصحفيون والإعلاميون أنهم يقفون صفا واحدا مع الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تحيط بها، وأن وقفتهم هي وقفة أحرار وليست وقفة خائفين. ويؤكدون على أن الصحافة غير الحرة والمأزومة والمقيدة لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربي دورا خفيا، مما يتطلب إعادة الحضور لدور الإعلام والوطني والمهني في مواجهة الأخطار الخارجية المحيطة بنا وتحرير من القيود التي تكبره بدلا من تحويل بعدين لمنصة يحملها الجميع الأزمات التي تواجه المجتمع. ويؤكد المجتمعون في نقابة الصحفيين أن الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون إعلام حر، وذلك من خلال إصدار التشريعات الصحفية المكملة للدستور والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، خاصة أن من يتربصون بالدولة المصرية يستفيدون بالأساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والإعلام. ويؤكد المجتمعون أنه لن يكون هناك حرية واستقلال في الصحافة دون تحرير المجال العام من ترسانة القوانين المقيدة للحريات العامة والتي يعود بعضها العصر الاستعمار. كما يؤكد المجتمعون رفضهم للتجاوزات التي يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحفيين، ويدعون كل العاملين في الإعلام لوقف التحرير والتراشق فيما بينهم. ويؤكد المجتمعون أيضا رفضهم لأي نوع من التحرير من أي اتجاه بالصحافة والإعلام، فلا سبيل لوقف أخطاء الإعلام عبر تجاوزات مضادة بل عبر وضع قواعد حاكمة للمجال الإعلامي من خلال إقرار التشريعات المنظمة لذلك. وفي هذا الإطار فإن صحفينا الإعلاميون المجتمعين يرون أن الطريق الأمثل للتصدي لهذه التجاوزات لا يكون إلا عبر إجراءات مرتبة أهمها. أولا، سرعة إصدار التشريعات الصحفية الإعلامية التي عادتها الجماعة الصحفية والإعلامية وانتهت من التفاوض حولها مع الحكومة قبل شهرين، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، فهو الطريق الوحيد لوقف الانفلات على الساحة الإعلامية، خاصة مع مأزق القانون الذي ستواجهه المؤسسات الصحفية القومية مع انتهاء مدة رؤساء مجالس الإدارة القومية في بداية يناير. ثانيا، إصدار قانون تأسيس نقابة الإعلاميين والتي يأتي على رأس مهمها صياغة ميثاق الشرف الإعلامي ووضع مدونة سلوك مهني للفضائيات لوقف طوفان التحريض والتهديد والابتزاز والتدني اللفظ. ثالثا، الحفاظ على التنوع الإعلامي والتعددية السياسية والثقافية على وسائل الإعلام باعتبارها الطريق الوحيد لخلق إعلام قادر على مواجهة التحديات. رابعا، تدعو نقابة الصحفيين لاجتماع عاجل يضم المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس واتحاد الإذاعة والتلفزيون وغرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستعلامات لمناقشة وضع استراتيجية إعلامية قادرة على التعبير عن هموم المواطن ونقل صوت الدولة المصرية للخارج. خامسا، دعوة النقابات المهنية للاجتماع بمقر نقابة الصحفيين للقيام بأدوارها في هذه اللحظة الطارئة في تاريخ الوطن. سادسا، إطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام أمام الأصوات المعارضة للتعبير عن نفسها، فلا تقدم حقيقي بدون حرية الانتقاد. سابعا، دعوة الصحافة والإعلام المصري
لعرض ومناقشة المشاكل التي تواجه الدولة وعلى رأسها الفساد والإهمال في إطار من تنوع الآراء ودون الفرق دون الغرق في عناصر الإثارة والشغار السياسي والمجايدات. وأخيرا يشدد المجتمعون على موقف الجماعة الصحفية والإعلامية الثابت من أنه لا إعلام بلا حرية ولا حرية بدون مسؤولية وقوانين